اهلا بكم مع مهند من بن حمادة للسيارات 050-516-3525. اليوم وصلنا لون جديد من التاهو الزي 71. كان بينزل عندنا لون اسمه جراي وود اللي هو البني الخشبي العودي، عليه نزل درجه من الوان البني على النابي. تعالوا نقرب منها شويه نشوف الاضاءه هتورينا اللون عامل ازاي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللون الجديد على التاهو الزي 71 لون رائع وجميل وجديد، ما شفناهوش على اي سياره تانية عندنا خالص ولا على اي سياره اصلا. يعني اسمه اوبرن براون، يعني هو لون جاي زي ما انتم شايفين لو الاضاءه موضحه الصوره. زي 71 طبعا اللي قدامنا دي هي اللي عليها الماكينه الجديده الزي 71 ال 6.2 ال 10 غيار ال 420 حصان، وصلت عندنا الاسبوع اللي فات وعرضناها في الشروم. شرفونا. هلا بيك. شرفونا عشان تجربوها وتشوفوا اللون الجديد. نلقي نظرة عليها من الداخل، شوف اللون عامل ازاي مع الاضاءة. طبعا واضح ان اللون ده بيتغير حسب الاضاءة، يعني بالليل غير بالنهار. شاشتين اكبر شاشتين موجودين فتح البانوراما، الجلد الرمادي، دواسة الحديد، رنجات 20، الكاميرات المحيطية، تخشيب سماعات البوز، فريزر، شاحن لاسلكي للتليفون، العداد الجديد ديجيتال، ستيرنج، ذاكرة الوضع السائق، الاوف رود مود، زر جديد تم اضافته عشان تشغيل الكاميرات المحيطية ال 360. العداد احنا شفناه في فيديو تاني موجود عندي على القناة تقدروا تشوفوها. ما شاء الله لون جميل. نلف حواليها عشان نشوف الاضاءة بتأثر على اللون ازاي. جميل ما شاء الله، لون مميز خاصة مع المخفي هيبين اكتر، لان السيارة فيها يعني الوان متناسقة كتير مع الاسود، هنا باينة اكتر كمان. في واحدة تانية سودة اهي. يلا في انتظار اتصالاتكم على 050-516-3525. مهند من بن حمودة للسيارات في ابو ظبي والعين، واهلا بكم.